ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. وضع وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني ومحافظا صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل وكركوك ريكان الجبوري حجر الأساس لمشروع بناء سد مكحول الاستراتيجية وسط تطمينات بعدم ترحيل العوائل التي ستغمر أراضيها بالمياه قبل إيجاد البدائل المطلوبة. وأشاد الوزير بالروح الوطنية التي تعامل بها محافظي صلاح الدين وكركوك والأهالي الذين قدموا مصلحة العراق على ممتلكاتهم. ان شاء الله على بركه الله. بسم الله وعلى بركه الله. بالخير ان شاء الله. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. ان شاء الله تصير مباشرتنا في هذا المشروع اللي راح يحيي الاراضي الزراعيه وراح يعزز الخزين المائي في خزانات الوزاره وسوف ينعش الاقتصاد في هذه المناطق. وبالتأكيد يعتبر من أكبر المشاريع الاستراتيجية بعد 2003 في العراق عموما وفي وزارة الموارد المائية خصوصا، وسوف يمنح فرصة عمل لأكثر من 20,000 شاب عراقي راح يعملون في هذا المشروع، راح يستفادون من هذا المشروع، راح يكتسبون خبرات من هذا المشروع. هذا المشروع يعتبر مشروع العراق، وإن شاء الله بتعاون كل الجهود ما بين الحكومتين المحلية في محافظة صلاح الدين وكركوك السادة المحافظين دكتور عمار والسادة راكان إن شاء الله راح نمضي. وهذه هي أيضا من مخرجات حكومة السيد الكاظمي التي وعدت بتقديم الخدمات، وها هي الوعود تتحقق يوم بعد يوم. راح تشكل لجان من الآن، وهذه اللجان سيكون رئيس اللجنة من المحافظة لتحديد الأراضي التي ممكن أن تؤمن للناس الذين سوف يرحلون بعد إنشاء السد. فحقيقة المسؤولية تشاركية، نحن من جانبنا سنعمل ولن نرحل أي شخص من مكانه ما لم نؤمن له مكان بديل. هذا الموضوع طرحناه في وزارة التخطيط، وكان معالي وزير التخطيط والدكتور كان حاضر، كان واحدة من أولويات عمل إدراج هذا المشروع. نعم. أن لا نصيب الضرر بأي مواطن. نعم. فهذه رسالة من هذا الموقع من الحكومة العراقية إلى جميع أهالينا في كركوك وفي صلاح الدين، أنه لن يتم ترحيل شخص ما لم يتم إيجاد البديل له.